في سلطة. سامعني؟ هو بنوب بيقول ما فيش صوت، ما فيش صوت. حد يرد على اللي جابه ستي. طيب هنسأل بقى كده مع بعض، نشوف مع بعض الكويز ده. تمني، نشوف تمني. السلام عليكم. تمني عماد. السلام عليكم. جهاد خالد، السلام عليكم. ترى جهاد السلام عليكم. ترى جهاد توفيق. بص كده في الحالة اللي قدامنا دي، 40 year old female جاي عندها weakness وال blood pressure 100 over 60، البوتاسيوم 6.6، الصوديوم 103، وفي زينوفيليا وال pH 7.3. ايه وجهة نظرك التشخيص؟ وكده غالبا اديسون. تمام. هايبوناتريميا، هايبركاليميا، وزينوفيا، هايبوتنشن، وسلايت اسيديتي، اسيدوزز. طيب برافو عليك اديسون. خلاص. تفسير الاسيدوز في ايه؟ الأسيدوزز بسبب ال بسبب زيادة ال اسمه ايه ده، البوتاسيوم. برافو عليك. ده الهايبر كاليميا، تفسير الأسيدوز من الهايبر كاليميا. بيشغل الأنتي بورت اللي في الكدني مع الهيدروجين، فبيعمل سبيرنج الهيدروجين، بيعمل أسيدوزز. تمام. الهايبر كاليميا، تمام. الهايبر كاليميك أسيدوز اسمه كده. السؤال إجابته هايبر كاليميك أسيدوز. خلاص برافو عليك، شكرا يا احمد، شكرا. ده اديسون. طبعا احنا لو الصوره دي تبقى عكسها تماما في كشك، يعني الصوره دي عكسها تماما في كشك، العام بيبقى عنده صوديوم عالي وبوتاسيوم واطي، البلاد بريشر بيبقى عالي طبعا لانه بيبقى عنده هايبرتنشن. خلاص. طيب احنا هنفترض حاله زي بنوب، حاله كشك. لا لا بلاش بلاش، مش عارف حاجة في كشك.
أركز مع اللي جابوني. ما الفترة اللي ما طلعتش بيها بكام مثلا؟ ما ذاكرتش أصلا. شوف حد مش هشوف حد. المهم تمام. هنفترض ان انه عملنا ان كان في حاله كرسي خلاص. سهله اهي سهله. شوف مين تاني، شوف حد انت موجود حتى ايه. حاله كانت كرسي ماشي وعملنا لها ديكساميثازون سبريشن تيست هاي دوز، يبقى غالبا ده 8 مللي جرام يعني رقم عالي، وسبريد يعني هي باللو دوز نوت سبريد. دي حاله مكتوبه ايه باللو دوز، بس هي مش مكتوب تفاصيل. باللو دوز ما كانتش سبريد، عملنا لها هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. وجهه نظرك ان هي هتطلع اي سي تي اتش ديبندنت ولا نون اي سي تي اتش ديبندنت؟ لا مش عارف، استنى طيب افكر. حد يبعت لا اجابه؟ ما مش عارف. اي سي تي اتش ديبندنت. برافو عليك. تمام سهله، هتطلع اي تي اتش ديبندنت. يعني دي حاجه جايه من، يعني لو هو حط لك نقطه ثانيه ما كتبش اي تي اتش ديبندنت وكتب مكانها بيتيتري، هي بيتيتري دي صح. شكرا انت بعت لي. سبحان الله. خلاص يبقى هي دي هتطلع اي تي اتش ديبندنت، لان كنا بنقول احنا الترجمه الحرفيه لكلمه هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست هو كافي ان يعمل سبريشن لاي كميه من الاي سي تي اتش، لكن لو ما حصلش سبريشن يبقى ده ملوش دعوه بالاي سي تي اتش اساسا، ودي حاجه جايه من مكان تاني اساسا. شكرا يا عم. عفوا يا باشا. طيب مراجعه سريعه كده وبعدين في كويز بعد شويه لما نخلص الجزئيه دي، فكل الموجودين هيتسالوا واللي مش هيفتح المايك هطلعه من الميتنج خلاص. لكن خلينا نراجع كده مع بعض الافكار اللي مكتوبه في الراجل البوكيرش اللي قدامنا ده كده. انه عنده هايبر جلايسيميا، ده منطقي ولا لا ان كوشنجر عنده هايبر جلايسيميا؟ وليه؟ اجابات بسرعه كده عشان ما نفتحش المايكات على الفاضي، لكن اجابات بسرعه كده everyone، لان انا مش فتح من مكانين، فتح من الموبايل، فتح من اللابتوب، فما مش عارف لما تبعت لي برايفت ما بقاش عارف اتعب برايفت فين. فمعلش ابعت لي بس كده ليه في هايبر جلايسيميا؟ لان الجلوكوز بيعمل جلوكونيوجينيسيس، لان في جلوكونيوجينيسيس، لان الجلوكوز اللي سوري الكورتيزون بيعمل جلوكونيوجينيسيس، فده منطقي ان يبقى في هذا الكلام. ليه CNS irritability؟ هل متوقع ان العيان ده يكون عنده CNS irritability؟ ليه ممكن يبقى فيه CNS irritability؟ دينا هاني بتقول نتيجة الكورتيزون صح، الكورتيزون بيلخبط المود وساعات بيعمل depression، وحتى مكتوب زي ما ناقش النهاردة كده، ده واحد مكتوب من ضمن أسباب الكومبليكيشن اللي تؤدي إلى الوفاة، لأن ممكن يحصل له depression ويبقى فيه suicidal trial. طبعا هو depression زي ما قلنا المرة اللي فاتت ليه سبب تاني، دينا هاني تعرفي غير الكورتيزون؟ ماشي بعده everyone، عشان انا فاتح من اللابتوب ومن الموبايل، وبالتالي بيجي هنا برايفت ومن هنا برايفت، مش شايف قدامي، مش فاتح قدامي، ببص في الموبايل ده عشان الشكل. ساندرا صح، عشان الشكل، عشان الفات ريديستريبيوشن، عشان هو الشكل بيكئبه، يعني شكله بيزعله، وزي ما بتقول دينا كده، وبرده الكورتيزون بيلخبط النيورو ترانسميتر او بيلخبط الدوبامين. طيب سولت اند فلويد ريتينشن، ليه بيعمل سولت اند فلويد ريتينشن؟ ليه كوشنج عنده سولت اند فلويد ريتينشن؟ تمام، عشان الهايبر ناتريمي، عشان هو بيبقى عنده الكورتيزون بيعمل سولت اند ريتينشن. و ثين اكستريماتيز، ثين اكستريماتيز دي جايه منين؟ قصده الليمبس يعني الاطراف الرفيعه قوي، منين؟ اهو احنا هنا احنا ماشيين كده، من الفات ري ديستريبيوشن. تمام برافو عليك، من الفات ري ديستريبيوشن. جي اي
ستريس وزياده للاسيد ده من الكورتيزون ومن الاستريس خلاص. فبالتالي ده من ضمن اسباب الكورتيزون بيعمل كده، بيقلل طبقه البروتكشن اللي تحصل للاستومك وبيعمل وفي ستريس حاجه اسمها ستريس ألتر. طيب الفيميل بيبقى فيها منريا وهرشيتيز، دي حته صعبه تيجي بعد شويه لكن فيها فكره مهمه جدا. لقوا ان الكورتيزون العالي بيعمل سبريشن على ال FSH وال LH، ماشي اكتبوها. لقوا ان الكورتيزون العالي بيعمل سبريشن على ال FSH وال LH، او زي ما الشباب كاتبه كده ليه اندروجينيك افكت، بس هي ليها تفصيل اكتر من حكايه اندروجينيك الحقيقه، وهي فكره انه الكورتيزون بيعمل سبريشن على حاجه اسمها جي ان اتش اللي هي الجونادوتروفين او الهرمونز اللي هي مرتبطه بالاوفيوليشن في الستات. فبالتالي هرشيتيز معناها ايه؟ زياده الشعر بتاعه الرجاله، اماكن الرجاله اللي هي الدقن والشنب، فيطلع لها زي دقن وشنب لو هي ست يعني. طيب ثين سكن وبيربل استراير اللي هي استرايروب بيحصل له بروزس وبتيكي، لان السن السكن بيبقى رفيع قوي والبلاد اللي بيحصل لها بيسموها فاسكولار بيربرا. نروح الناحيه الثانيه بيرسوناليتي تشينج، ده جاي من الكورتيزون مون فيس برضو من الفاتري ديفيوشن، زياده الريت بتاع الانفكشن وده منطقي لان الكورتيزون بيعمل سبريس على الفانكشن بتاع النيتروفيل، مش بيقلل عدد النيتروفيل كان مره في الحته، وبيثبت الفاجوسايتوزس بيقلل مايجريشن للسايتو انفكشن، فبالتالي يجي له انفكشن. لو كان ميل هيجي له جينيكوماستي، لان الميل هيبقى العكس، لما بيقل الاندروجين الافيتش والليتش هيقلل فيه الاندروجين، الفات ديبوزيت في الباك والبطن طبعا. اوستيوبروز لاجن ده راجل متجبس، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، يعني هو هنا بيقول لنا ده راجل متجبس. ليه بيتجبس؟ ليه متجبس؟ لانه بيبقى فيه زي اوستيبروزس او حاجه من هذا القبيل، لان الكورتيزون بيسبريت الابسوربشن فيتامين دي من الانتستين، فبالتالي بيبقى فيه اوستيبروز. فصوره معبره. طيب في جزئيه بقى هنعمل لها كده يعني هنتناقش فيها دلوقتي، قد تكون اللي بيقرا او اللي بيذاكر يكون لقطها في اللي بيذاكر من اي كتاب او الكتاب اللي هو بتاعنا. هتلاقي فيه كم حاجه يعني محتاجه تفاصيل شويه. اول سؤال، يعني ايه كلمه سودو كوشنج؟ يعني ايه كلمه سودو كوشنج؟ وايه الفرق بين الكوشنج والسودو كوشنج؟ خلاص كوشنج سندروم وكوشنج ديزيز، ايه الفرق؟ الـ ACTH level ليه كان صعب نقيسه؟ يعني ليه ما كنا نقيس الـ ACTH؟ وده كان هيميز لنا الفكرة بتاعت الـ pituitary والسوبرارينال، وكنا شخصنا بدل الهري بتاع السبريشن. ايه الـ cause of different cushing؟ ليه بيحصل هايبوجوناديزم؟ وقلنا ان احنا التسائلين من شوية ليه بيحصل هايبوجوناديزم، لان هو الكورتيزول بيعمل سبريشن على الـ FSH والـ LH في الفيميل. طبعا لما تعمل سبريشن في راجل على الـ FSH والـ LH هتلاقي الاندروجين بدأ يقل وبالتالي ممكن يجيله جينيكوماستي. في الستات العكس، الاندروجين هيزيد لان الاستروجين هيقل، فبالتالي يحصل المسألة بتاعت الهايبوجوناديزم، هنجيلها دلوقتي بالتفصيل. طيب خلينا نشوف في الأول يعني ايه سودو كوشنج. قال والله سودو كوشنج ده عبارة عن بني ادم عنده شويه كلينيكال فيتشرز. ليه انا دخلت كل الناس؟ دخلت كل الناس، ما فيش حد بره يعني.
هي الأسماء الغريبة اس 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 3 اس وصلحوا ورب واحد نقط. من أي فيعني اكتب اسمك وزن أبيك وخلاص دي المشكلة يعني. لكن النقط وأربعة اف وثلاثة اف واثنين تف مش هدخله طبعا. لكن لا كل الناس دخلت. يعني ايه كلمه سودو كوشنج؟ معناه انه العيان يكون عنده الصوره بتاعه الكوشنج. حاضر. يعني ايه العيان يكون عنده سودو كوشنج؟ معناه انه العيان يكون عنده صوره كوشنج، لكن لما جينا نشوف الهرمونز واللخبطه والاي تي تي اتش والحاجات زي كده لقينا انه ما عندوش حاجه، ما عندوش اي لخبطه في الهرمون. يعني مين اللي عنده طالع نورمال؟ اللو دوز ديكساميزون سبريشن تيست. احنا اتفقنا لو واحد عملنا له لو دوز ديكساميزون والكورتيزون سبريسد بعدها يبقى الكورتيزون ما كانش عالي، الكورتيزون مش عالي الدرجة لانه حصل له سبريشن مع اقل كميه ديكساميزون خلاص. او لو انت الطريقه دي مش عاجباك، المهم قسنا له كورتيزون لقيناه نورمال. هو في تيست مهم جدا يا جماعه عايزك تكتبه، ممكن يعني يبقى قريب في الصحه للسبريشن سواء الهاي او اللو، اللي هو 24 اور يورين كوليكشن للكورتيزون يعني في اليورين. دي ده برضو كان سؤال بالشغل دكتور احمد سعد، يعني اللي هو ايه اللي هو فكره انا قابلت كل الناس والله يا بنوب مفيش حد في الويتنج روم خالص. ايه المشكله بقى؟ بقول لي بس عشان ادخلها يا بنوب. الكوشنج السودو كوشنج معناه ان عيان عنده المانيفستيشن بتاع كوشنج، لكن لما جينا نعمل تحاليل الكوشنج العاديه لقينا ان الكوشنج طالع، انه التحليل طالع نورمال. في عندنا فكرتين، يا اما بنتكلم على ان هو سبريس باللو دوز ديكسون سبريشن تيست، يا اما الاحسن او يعني التحاليل بيتعمل واسهل اقصد حاجه اسمها 24 اور يورين كورتيزول، ان احنا بنجمع البول 24 ساعه خلاص ونشوف الكورتيزول يعني دخلت. يعني مش انا ما بقول لك الرسائل بتيجي على مكانين مختلفين خلاص موجوده معانا. طيب ماشي محدش بيجي والله. والله تبعت ال 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 المعنى كلمة سودو كوشنج. يا رب نخلص سودو كوشنج يا رب. كلمة سودو كوشنج معناها ان العيان عنده كلينيكال مانيفستيشن بتاعة الكوشنج خلاص، ولكن التحاليل بتقول انه ما عندوش زيادة في نسبة الكورتيزون. عندنا طريقتين في تشخيص قصة الكورتيزون دي، يا اما هنعمل 24 اور يورين كورتيزول ده اسهل، يا اما الاكوريت اللي هو المسألة بتاعة الدوز اللو دوز ديكسامزازون سبريشن تيست. مين الناس اللي شبه كوشنج في بعض الاعراض؟ هو مش بيحاول يجمع كل الاعراض الحقيقة، لانه لو اتكلمنا انه في واحد شبه كوشنج بكل الاعراض هيطلع في الاخر ده هو الاوبيز خلاص، يعني هيطلع في الاخر هو الاوبيز. الاوبيزيتي هي اكتر حاجه شبه كوشنج بكل الاعراض تقريبا ما عدا بعض الاعراض يعني،
لكن في ظواهر بيبقى عنده استرايا حتى استرايا ربرا زي اللي بيشرب خمره. يعني لو ان الاوبيز بيشرب خمره ممكن يجتمع فيه كتير من الافكار. بعض الناس المكتئبين اللي دخل المود معاهم في بياكلوا كتير، الاكتئاب قلب على اكل كتير، لقوا نفس الصوره. بعض الستات البوليسيستيك اوفري بيبقى الهرمون اللي ملخبطه هنا مرتبطه بالاندروجين وعامل شويه اعراض شبه كوشنج. عشان نقدر نفرق هو مدينا اهو في الليسته دي، لو انتم شايفين قدام بيقول لك السيفير ديبريشن، الخمره، الاوبيزيتي، البوليسيستيك اوفريان سندروم او اللي بيسموه بوليسيستيك اوفري ديزيز. طيب ازاي افرق بين الكوشنج والسيلو كوشنج؟ خلي بالكم بقى في الاول هنا ده سؤال مهم قوي. في الاول بيقول ان احنا ممكن نعمل ده من الاكزامينيشن، فلو لقينا سوبرا كلافيكورال فولنس هتلاقي الكلمه دي موجوده في الكتاب، وكلمه هتلاقيها في الامتحانات بتاعت العملي بتاع البطنه العامه بيسالوا فيها. الفولنس بتاع السوبرا كلافيكورال الفوسطه ده اتملت وبقى فيه فات في كل حته، دي حاجه ما بتحصلش حتى في الاوبيز. يعني حتى الاوبيز هتلاقي الكلافيكل فيها جروف كده، في سوبرا كلافيكورال جروف موجود. خلاص. بعدين الايرز يمكن نكون قلناها قبل كده، الودان، انتوا بطن عامه فانتوا عارفين الكلام ده. الودان ما تبانش في الصوره في البني ادم اللي عنده كوشنج، لكن سودو كوشنج ممكن تبقى باينه. الاستريا روبرا، هل الحاجات دي اكوريت؟ لا، الحاجات دي مش اكوريت، ممكن تجد في كونفيوجن في المساله دي. بالنسبه لنا اللي هيبقى 100% شور، هو هنا دي بيبر معموله غالبا سنه 2016 بتقول انه السوبرا كافيكورال فيد فيد بيعتبر من الحاجات الاساسيه في كوشنج سندروم. والراجل يعني عامل استادي طويله عريضه غالبا كانت في اليابان، وبيقول لا انا متاكد انه حكايه السوبرا كافيكورال فولنس دي حاجه شور ساين ده كوشنج. طيب هوريكم بعد كده صور مختلفه للنقطه دي. يبقى السؤال الاولاني طبعا هنفرق ازاي بعد كده، اوكي انت قايل من شويه انا يعني بقول لكم انه الكلينيكال مش هو الفيصل. طب امال بقى ايه الفيصل؟ الفيصل بالنسبه لنا هو ال 24 اور يورين كورتيزول هيبقى نورمال في مرضى السودو كوشنج، عالي في الكوشنج، او ان انت تعمل اللو دوز ديكسامزازون سبشن. لو موضوع السبشن ده مش افيلبل وصعب يتعمل يبقى خلينا في مساله ال 24 اور يورين كورتيزول. خلاص. طيب نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو ايه الكوشنج سندروم؟ خلاص. وايه الكوشنج ديزيز؟ قالوا الكوشنج سندروم هو كل اسباب الكوشنج، يعني اي اسباب للكوشنج، اي اسباب للكوشنج جايه من ال واخد انت كورتيزون من بره. انا الكورتيزون جاي من البارامالجنت، الكورتيزون جاي من البيتيتري، اسمه كوشنج سندروم. سندروم دي متلازمه، متلازمه اعراض لها اسباب مختلفه. لكن كوشنج ديزيز ده كان اول وصف لواحد اسمه كوشنج، وكوشنج ده كان بني ادم جراح، كان نيورو سيرجن. دي معلومات عنه وده شكله. خلاص. اسمه هارفي. وكان اصلا جراح مخ واعصاب، واكتشف الحكايه دي وهو في الجراحات المختلفه اللي بيعملها، وكان قصده على كوشنج ديزيز اللي هو المشكله جايه من الاي سي اتش. فكوشنج ديزيز ده خاص جدا، بيتكلم على البيتيتري ومشاكلها. اما كوشنج سندروم فدي متلازمه، ليها اسباب مختلفه زاد فيها الكورتيزون بسبب او اخر. خلاص. طيب يبقى دي الفكره بقى. السؤال الثاني، اللي هو ليه احنا في الاي سي تي اتش الدنيا صعبه؟ يعني ليه في الاي سي تي اتش الدنيا بتبقى صعبه؟ اللي بيسألني عماد على اسباب السودو كوشنج تاني، فانا
سلايد كده موجوده، اسباب يا اما السيفير ديبريشن يا اما السيفير ديبريشن يا اما الالكوهول يا اما الاوبيزيتي يا اما البوليسيستيك اوفيريان سندروم. المتشابهات كلها بتبقى شبه في الشكل وبعضها شبه في الالكترولايت، يعني يا اما شبه في الشكل يا اما شبه في الالكترولايت بدون تفاصيل. الفكره الرئيسيه اللي ما بينهم انه ال 24 اور كورتيزون نورمال في المرضى دول، ما عندهمش مشكله في الكورتيزون. هو حاول يفرق في الكلينيكال يا اما سوبرا كرافيكال فولنس يا اما قال السوبرا كرافيكال فولنس يا اما قال الاسترايا يا اما قال الودان باينه في الصوره. ده بالنسبه للكوش الديزيز مع الاسترايات بتقول ايه الفرق بين الكوشنج سندروم والكوشنج ديز سندروم. هي متلازمه متعدده الاسباب، متلازمه زياده الكورتيزون اللي هي اما بيتيتر يا اما دواء اللي هو كوشنويد يا اما سوبر يا اما سوبرينال يا اما باراماليجن. لكن الديزيز ده وصف واحد اسمه كوشنج، اسمه هارفي كوشنج، دكتور جراح مخ واعصاب، اكتشف انه البتاع ده ورمه كده، في ورم هو بيفتح المخ لاي سبب، كان بيعمل عمليه فلقى البيتيتري تيومر ده فنسميها على اسمه. فده كلمه ديزيز مرض فيشل بيتكلم على البيتيتري فقط. ليه الانفيرال بيتويتال سامبل صعبه؟ ليه الستيج اصلا ايه صعب؟ لان هو هوريكم فيديو بيكلمك على انه ازاي بياخدوا من البيتويتال سامبل اللي هو هو يعني بيقول لك ان احنا عشان ناخد inferior petrosal sinus دي عشان ناخد الاي سي تي اتش، هو بيقول ان الاي سي تي اتش هو الطريقه لو انا عايز اقيس فعلا نسبه الاي سي تي اتش وتطلع اكيوريت واتاكد ان التيومر جاي من البيتيتري وبالتالي ده اسمه كوشنج ديزيز، يبقى لازم هدخل بعي سامبل زي ما الراجل كان بيشرح كده، بيقول احنا ندخل من الفيمورال وبعدين هنطلع فوق خالص 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 لغايه ما ندخل للفينا سيستم بتاع المخ وناخد عينه من الانفيريور بتروزال ساينس ونقيس فيها الليفل بتاع الاي سي تي اتش. فلو الاي سي تي اتش هنا عالي عمليه يعني، يبقى هنا بنتكلم ان ده اسمه كوشنج ديزيز. لكن لو الاي سي تي اتش مش عالي يبقى هنا ده حاجه جايه من سورس تاني او من فكره تانية. وده اللي استعاضوا عنها بمساله السبريشن، سواء الدكستر ميزون سبريشن و و و و و و او الهاي دوز او اللو دوز. خلاص طيب يبقى خلينا نرجع بس لمرجعنا كده في الاسئله اللي هي الجزئيه دي. الكوشنج والسودو كوشنج الفرق بين الاثنين، ف
فرق الاثنين الى حد ما واخدين نفس الشكل ما عدا بعض الفروق اللي هي مرتبطه بالفات اللي هو موجود في السوبر اللي بيحصل فيه. وبالتالي اللي هيفرق بيفرق بين الحالتين هو ال 24 اور يو كورتيزول او الديفنس زون سبريشن تيب. اللودوز المفروض اللودوز ده بيبقى سبريسد في النورمال بيرسون. طب واحد نورمال عملنا له تست ده ليه او بيعمل له تست ده ليه؟ لانه يبقى سودو كوشنج او شبه كوشنج في بعض الاعراض. كوشنج سندروم وكوشنج ديزيز السندروم معناه متلازمه اسبابها مختلفه، قد يكون بيتيتري قد يكون ادرينال قد يكون باراماليجنا قد يكون كوشنج. الكوشنج ديزيز هو حاجه خاصه جدا بتتكلم على اي سي اتش سيكريتنج تيومر جايه من البيتيتري وتشخيصها هيبقى محتاج يا اما هاي دوز ليكسمازون سبريشن تيست يا اما تدخل بالسلكه دي وتطلع وتوصل لغايه فوق وتاخد حاجه كده في منتهى الصعوبه. لكن في بعض الحالات لما يكون في امكانيات ممكن تطبق اسمها بتروزل سامبل، يعني باخد عينه للهرمون من السي ان اس. خلاص الاي سي تي اتش اند انفيوزد فاينل سامبل عمليه شبه القسطره كده، بدخل بالقسطره من الفيمورال واطلع بعد كده على المخ فوق واخد عينه من الساينس وايه سي ال ليفل بتاع الاي سي تي اتش، وده هو يعتبر الاخر التست بالنسبه لنا. الهايبوجونيديزم ليه بيحصل ساعات مع الكورتيزون او مع الكوشنج؟ لان الكورتيزون بيسبريس الجونادوتروفين هرمون وبالتالي ممكن يأثر على الاي سي تي اتش ويقلل الاوفيوليشن في الفيميل وتبقى النتيجه ان عندها امينوريا وعندها شتيت. في الراجل العكس بيبقى ممكن يحصل له جينيكوماستيس. دي الاسئله اللي احنا عرضناها، هنعرض مجموعه كده من الصور. قبل الصور السؤال ده بتاع كوز اوف ديث، ليه ايه الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الى الوفاه في حاله مريض في الكوشنج؟ مكتوب في الاول في مجموعتين، كانسر ريليتد يعني حاجات مرتبطه بالسرطانات، ونوت ريليتد حاجات مش مرتبطه بالسرطان. يعني ممكن يموت من مجرد ايديك يطلع ورم والورم ده بيعمل ميتاستاسيس او بيعمل سكندري في مكان مختلف، فاذا ده سبب الوفاه. الحاجه الثانيه النوت ريليتد انه العيان بيبقى ضغطه عالي وبالتالي بيواجه في المساله دي ان يجيله كارديو فاسكولار ديزيز او كارديو فاسكولار مورتاليتي مرتبطه بالهارت فيلير. البوليثيرستيميا اللي بتحصل في المرضى الكوشنج بيبقى معاها انفاركشن مايكارد انفاركشن ساعات بالمنر امبوليت. الدبريشن يموت لانه ساعات اللي عندي يكتئب لدرجه ان يحصل سوسايدال ثوتس. زيك في بعض الدول الحلوه بيعملوا سايكو ثيرابي للناس دي لانه طبعا بيبقى بيعاني من مود وحش جدا بسبب الشكل وبسبب الكورتيزون اللي بيأثر على بعض النيورونال ترانسميشن ومن ضمنها الدوبامين. طبعا بيجي له انفكشن وقد يؤدي الى سيبسيس وتؤدي الى الوفاه. ساعات الجلوكوز العالي يدخل العيان في كومبليكيشن بالشكل ده. طيب الجزئيه اللي بعد كده مجموعه من الاسئله نحلها مع بعض. الحاله الاولانيه دي نكتب بس عشان ما نقعدش نفتح المركز ونضغط. الحاله دي في وجهه نظركم كوشنج ولا سودو كوشنج؟ كوشنج. تمام، ليه؟ تمام، عشان ودانها مش باينة. طب ما ليه الراكب في جنبها؟ ايه الراكب في نازل القطارة ده؟ ايه الكاثيتر؟ ده الكاثيتر اللي راكبه في الرقبه بتاعت السي بي بي او حاجه وملزقينها في وشها عشان ما تنزلش من الرقبه. ده برضو ايه؟
دي بقى دي ممكن اقول عليها سودو كوشنج بسبب ان لونها باينه شويه او اوبيزيتي يعني. تمام. دي بقى في ايه كمان غير موضوع الودان ده؟ شراء طارق دينا ايمان فيها هيرشيتيزم. تمام فيها هيرشيتيزم. تمام لا ده مش سوبرا كلافيكولر، ده دي قصدك دي فيها سوبرا كلافيكولر صح؟ دينا مرزوق بتقول دي فيها سوبرا كافيكولار صح، لكن دي ما فيهاش سوبرا كافيكولار، دي صوره اتاخدت لكوشن سندروم. يعني كوشن سندروم ده ممكن نقول عليه في نقوله في الاول، احنا مش عارفين السبب، فلقوا المساله دي شايفين دي عباره عن ايه؟ ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه ده يا اولاد؟ بيبو. اسمه ايه ده؟ ده البافلو هام. تمام ايوه تمام نفس الكلام هنا شايفينه. تمام طيب دي بقى دي كوشنج ولا سودو كوشنج؟ دي كوشنج لان دي استرايا روبرا. دي استرايا روبرا. تمام ده كوشنج ولا سودو كوشنج؟ وفي كام حاجه ليه الهام ليه ده كوشنج؟ عشان السوبرا كافيكولار فولت، لكن ودانه باينه اهي. مش شايفين جاينيكو ولا بتاع، بس ودانه باينه اهي. خلاص؟ ممكن يبقى عنده جاينيكو مستر فعلا. طيب. ماشي دي الاسئله اللي بتاعت كوشنج، حد عنده اي سؤال في المساله في موضوع كوشنج ده؟ اللي عايز يسأل أي حاجة عشان هنبتدي دلوقتي في كونس، أنا مش عارف أدخل إنت الحقيقة، لأن أنا برضو يعني عملت لها إنفيتيشن، مش عارف أعمل لها إنفيتيشن، اللي فاهم بيقول لي، بس دلوقتي اللي أنا أخش اللي هي دي يعني، كوشنج طبعًا، لأن هو الأدق هو السوبرا كبيرة خالص. حتى لو ده باين لان احنا بنقول ان هو بيتكلم على مساله ان السوبرا كريتيكال فولنس هو الاهم يعني. هنيجي للفروع دي بعدين. حاضر هو اللي بعدين. حاضر خلاص كده تمام قشطه. طيب حد عنده سؤال في كوشنج؟ خلاص احنا قاعدين على كوشنج. نيجي لكونز. ركب كونز سندروم. كونز سندروم كونز معناه عندك سؤال احمد محسن؟ عندك سؤال؟
يا دكتور، ماشي اتفضل اخبار حضرتك؟ حبيبي دلوقتي اتفضل. لو حد عنده بارانيوبلاستيك سندروم واي سي تي اتش عنده عالي، لو انا عملت الهاي دوز ديكساميثازون هيأثر ولا مش هيأثر ساعتها؟ مش هيأثر لان هو بيسبريس بس الاي سي تي اتش الطبيعي، تمام. لكن اللي بيطلع من البارا مالجنال ده اسمه اي سي تي اتش لايك، مش هعرف اعمل غير بس سي